Radio. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. تواصلت أمس الأربعاء عملية وصول مغاربة العالم على متن رحلات دولية إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي بعد إعادة الافتتاح الرسمي للمجال الجوي المغربي. وحول ترتيبات استقبال مغاربة المهجر نستمع للأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج الأستاذ عبد الله بصوف، والذي أمدنا بتصريح خاص لإذاعة كبردو بهذا الخصوص، فلنسمع. التعليمات الملكية يعني تلقتها الجالية بارتياح كبير، وتلقتها أيضا بالفرح والسرور، لأن جات في واحد الظرفية صعبة اللي كانت ظرفية ديال الأزمة ديال كوفيد، اللي خلات الناس هذه لمدة سنتين ما رجعوش للمغرب باش يشوفوا الأهل ديالهم والدول ديالهم وباش يجدوا الصلة مع وطنهم. إذا بطبيعة الحال من بعد ما تفتحت الحدود ولو بصفة استثنائية، المغاربة بغاو يرجعوا بكثافة هذه السنة للمغرب، وكان تواجههم ارتفاع الأسعار ديال التذاكر. وبطبيعة الحال صاحب الجلالة دخل في الوقت المناسب، لأنه هو الراعي للمصالح الجالية، وهو الجالية يعني كتشكل واحد نقولنا الصلب ديال الاهتمامات ديالو، وبطبيعة الحال دائما كيقوم بالالتفاتات ماشي للمرة الأولى منذ احتال 2008 الأزمة المالية إلى آخره اليوم. فهذه التعليمات الملكية اللي تعطات يعني الخطوط الطيران المغربية بطبيعة الحال من أجل تسهيل عملية عبور مغاربة العالم ووصول المغرب بأثمان معقولة، كما أنه أعطى التعليمات الثانية أيضا للخطوط البحرية أيضا من أجل انخراط في المسلسل، والتعليمات أعطيت أيضا المؤسسات السياحية ببلادنا من أجل تقديم عرض سياحي يعني أيضا بأثمان معقولة. ولكن أعطى التعليمات أيضا مؤسسة محمد السادس للتضامن من أجل المرافقة، ويعني أن عملية العبور وعملية مرحبة تتمر في ظروف حسنة، وأن الناس يلتحقوا بلادهم يعني في ظروف حسنة ويلتقوا بدويهم يعني في أمور أيضا حسنة. فبطبيعة الحال يعني هذا كيدل على أن الجالية المغربية حاضرة في اهتمامات صاحب الجلالة، وهناك يعني التحام متبادل بين الشعب والملك، بين الجالية المغربية والملك، يعبر عنه لأن الجالية أيضا تعبر عن الارتباط الوثيق بالبلاد. احنا كنعرفوا التحويلات المالية اللي فاقت يعني كل التوقعات لسنة 2020 على الرغم من أنها أزمة، ولكن كانت تقديرات تتجه نحو انخفاض التحويلات سنة 2020، ولكن زادت من 5% على 2019 وصلت إلى 70 مليار. هذا كيدل على أن هناك اهتمام بالمغرب، هناك رغبة في المساهمة في تطوير المغرب، هناك رغبة في الانخراط في الأوراش التنموية المفتوحة في بلادنا. فأنا كنقول هذا جهد وحب أو ود يقابل أيضا بجهد وحب وود من طرف صاحب الجلالة. فالتقت هذه الإرادتين لأعطتنا ربما هذا العرس إن شاء الله للمغاربة الآن، ويرجعوا بكثافة لبلادهم، ونتمنى تمر يعني الرجوع بهم تمر في أمور في يعني في أوضح حسنة، ربما من خلال منبركم نستغله باش نقولوا خاصة الخطوط الملكية أن ربما في بعض المواقع ديالها كيوقع بعض الأعطاب التقنية أو يعني اللوجستيكية، فنتمنى منهم أن يسهروا على الاستجابة لجميع أفراد الجالية المغربية، لأن من بعد المبادرة الملكية لا يحق لنا أن نخطئ، ولا يحق لنا أن نقصر في حق الجالية. بطبيعة الحال يجب أن نقدم خدمات على مستوى الإرادة الملكية، وإرادة الملكية واضحة، ولهذا نتوجه بنداء خاص يعني لإدارة الخطوط الملكية حتى تقوم بواجبها في اتجاه الجالية المغربية، وتوفر لها الشروط الراحة والضمانة من أجل الحصول على التذاكر، يعني ويستفدوا جميعا يعني من هذه المبادرة الملكية.